مطالبات بطرد كريستيانو رونالدو من السعودية لسبب أخلاقي. مرة أخرى يثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل في السعودية بعد قيامه بحركة مشينة عقب خسارة فريقه أمام غريمه نادي الهلال في نهائي بطولة كأس موسم الرياض الودية بكرة القدم. وبدأ رونالدو البالغ من العمر 39 عاماً غاضباً بعد المباراة عندما رمى أحد المشجعين علم الهلال، فأمسك به رونالدو ووضعه داخل سرواله من الأمام ثم رمى به إلى الجمهور. أثارت الحادثة غضباً واسعاً في السعودية وسط مطالبات بمعاقبته بل وحتى طرده من البلاد نتيجة تكرار مثل هكذا أحداث. رونالدو بدوره كتب حسن الناقور، وهو رجل أعمال سعودي ومستثمر ومالك أسهم في نادي تشيلسي الإنجليزي وعضو شرف في نادي الهلال، أن رونالدو لم يقتصر على الحركة غير الأخلاقية بل قبلها، أساء للعاملين في الملعب وطلب من اللاعبين الخروج قبل التتويج. وقارن آخرون بين تصرفات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورونالدو، حيث كتب معلق يدعى مجيد أن ميسي حضر للرياض وتلقى فريقه إنتر ميامي هزيمة ثقيلة، لكنه لم يبدأ أي تصرف مسيء، وحصل رونالدو على بطاقة صفراء بسبب هذا الخطأ، وربما كان محظوظاً بتجنب البطاقة الحمراء بحسب الموقع. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها رونالدو للانتقادات منذ وصوله للسعودية نهاية عام 2022. فضلاً وليس أمراً، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.